السلام عليكم ورحمة الله. في 25 من سبتمبر عام 2015 علقت أغلب شركات الطيران العربية والأجنبية رحلاتها من وإلى اليمن، لتصبح شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الحصري الوحيد للمسافرين بأسطول لا يزيد عن 6 طائرات، منها طائرتان كانت مستأجرتين تم إعادتهما مع بداية عاصفة الحزم. ونظرا لسيطرة الميليشيا في صنعاء على المركز الرئيسي لصيانة الطائرات المتبقية، فقد تدهورت الطائرات ولم يتم إجراء أي صيانة دورية لها. تسارعت الأحداث فتوقفت رحلات الطيران عبر مطار صنعاء وقبله مطار الحديدة، وحالت الظروف الأمنية وسوء الإدارة دون استئناف الرحلات في مطار عدن، ولاحقا صار مطار سيئون مهدد بالوقوف إلى جانب توقف مطار الريان الذي هو رهن الظروف والمزاج الأمني المسيطر عليه. حيال ذلك يتساءل الناس ما إذا كانت الحكومة الشرعية عاجزة فعلا عن تشغيل وإدارة المطارات الواقعة تحت سيطرتها. في بين قوسين لهذه الليلة نقف على هذه الأزمة للكشف عن أسبابها دون التوصل إلى حل نهائي. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، سيكون معي عبر السكايب الناشط السياسي يوسف مرعي، ومن الرياض مستشار وزارة الإعلام الدكتور فيصل العواضي، ومن صنعاء هاني القرشي مدير خدمة الشحن بمطار صنعاء. قبل النقاش نذهب لفاصل قصير. حياكم الله من جديد، وأرحب بضيفي يوسف مرعي من موسكو عبر السكايب. مرحبا يوسف. مرحبا أخي الكريم. في البداية أرحب بك، مساء الخير لك وعلى كل المشاهدين الكرام ولكل طاقم قناة بلقيس. مرحبا بك أخي يوسف. نعم يوسف، في البداية كيف تتابع مشكلة المطارات في اليمن وطيران اليمنية، هذه المعضلة التي أصبحت ربما عامان ولم تحل لا من الحكومة الشرعية ولا حتى من إدارة اليمنية؟ أخي الكريم، مما لا شك فيه أن توقف مثلا الطيران المدني يؤدي إلى خسائر فادحة كبيرة، سواء على المستوى الاقتصادي أو بالنسبة لتفاقم الوضع الإنساني، خصوصا في مثل هذه الظروف التي يعيشها اليمنيون. تتمثل هذه الخسائر مثلا في أنه عدد الركاب، الرحلات، الشحن الجوي. قبل أن نتطرق إلى الفساد في شركة الطيران اليمنية وعلى ضرورة تفعيل المطارات، أحب أن أبدأ بهذه المقدمة، أنه بعد مرور أكثر من 3 سنوات على انطلاق ما يقارب على 3 سنوات منذ انطلاق عاصفة الحزم في اليمن، أنه هناك 14 دولة قادت عملية مساندة الشرعية، ولدى هذه الدول إمكانيات ضخمة جدا، خصوصا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، بينما لم تستطع دعم عدن والمناطق المحررة بالخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة. أيضا هذه المناطق الآن لا تختلف عن المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، هذه المناطق تعيش ارتجاجات سياسية واجتماعية حادة جدا. المملكة العربية السعودية دشنت عاصفة الحزم، وكنا نتمنى أن تحزم وأن تدعم الشرعية اليمنية وأن تقويها وأن تسند بناء دولة يمنية حقيقية، لأن المنطقة اليوم يقول الجار القوي خير من الجار الضعيف. نعم، والكل يعرف والكل يتابع الأخطار المحدقة بمنطقات الخليج. بالنسبة للحرب، العراق قاد حربا ضد إيران ل3 سنوات بمفرده، ولم تتأثر الخدمات الأساسية، بل كانت الخدمات هذه هي الأفضل على مستوى المنطقة. نعم طيب يوسف، نعم يوسف، حتى لا نتشعب في الموضوع بعيدا، حتى نظل في الجزئية التي خصصناها اليوم وهي عدم تشغيل المطارات، هل فعلا يعني معقول الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، التحالف بشكل عام عاجز على إدارة هذه المطارات، عاجز على مد اليمنيين بالجسور من الطيران من أجل أن يسهل حركة تنقل المغتربين اليمنيين، لا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة؟ من المعروف أخي العزيز أن الإمارات العربية المتحدة هي الممسكة بالملف الأمني في كل من محافظة عدن وحضرموت، ولديها حضور قوي في هذه المناطق، وبالتالي نحن نستغرب لماذا لم تسير مثلا الإمارات العربية المتحدة رحلات
رحلات قوية عبر طيران دولة الإمارات العربية المتحدة، أما أن لوائح وزارة السعادة الإماراتية لا تتناسب مع الركاب اليمنيين. الإمارات تملك إمكانيات ضخمة وتستطيع أن تستثمر في هذا الجانب في مجال الطيران. من المستغرب أن لا يظل مثلا استثمار المملكة العربية استثمار الإمارات العربية المتحدة في اليمن بقى ميناء عدن معطل او لا يشتغل، يجب ان تستثمر في اشياء اخرى. نعم، لماذا اذا السؤال الذي يتساءله معظم اليمنيين يوسف وانت ربما احدهم، اذا لماذا لا تهتم الامارات بهذا الملف الذي هو ملف مهم وبالنسبه لجميع اليمنيين وربما يعطيها الثقه الكبيره بتواجدها في المناطق المحررة ويكون هناك أيضا تبادل منفعة بقدر ما هي خدمة أيضا يستفيد منها على الأقل؟ والله بعد هذه الفترة كنا لا نتمنى بعد مضي أكثر ما يقارب سنتين ونصف على انطلاق عاصفة الحزم وعلى انطلاق إعادة الأمل، لا يفقد اليمنيون الأمل بجيرانهم ولا يفقد ولا يأس اليمنيين من الشرعية التي كانوا يريدون يعني ان تكون افضل حالا من بقائنا تحت الان. ما هو الفارق بين السكان الذين يعيشون في المناطق الواقعه تحت سيطره الانقلاب او المناطق المحرره؟ الوضع متشابه. ايضا بالنسبه للامارات العربيه المتحده، الامارات العربيه المتحده لا يهمها من الملف اليمني سوى ان تسيطر على أو يكون لها حضور على المناطق الملاحة الدولية كميناء عدن والمكلا، حضور في هذا الجانب فقط. نعم. لهمها مصالحها فقط. نعم. وأجندتها في اليمن خدمة اليمني في هذه المناطق التي تشرف عليها، أليس من مصلحتها خدمتهم وتقديم الدعم لهم لا سيما بعد هذه الحرب وهي أحد أركان التحالف العربي الذي جاء لدعم الشرعية في اليمن؟ من بديهيات السياسة قبل كل شيء. يعني نحن تجمعنا مشتركات إنسانية كثيرة، تجمعنا لغة واحدة ونحن دول جوار. يجب مثلا على الإمارات العربية المتحدة، يعني المواطن اليمني يدفع قيمة تذكرة خصوصا المرضى والطلاب ما يقارب ربع مليون يمني، أي ما يقارب 1200 يعني مبلغ ضخم جدا. يجب مثلا على دولة الإمارات العربية المتحدة أن تساهم في تخفيف الأعباء عن هؤلاء المرضى وعن هؤلاء الطلاب، مثلا أن تسمح للشركة الطيران الإماراتية لتنافس الشركة الطيران اليمنية، ولا تظل شركة الطيران اليمنية هي المحتكر الوحيد وتفرض كل إملاءاتها على الراكب اليمني. نعم. طيب يوسف، نشرك معنا في الحديث عبر الهاتف، سيكون معنا مستشار وزارة الإعلام من الرياض دكتور فيصل العواضي. إذن إلى أن يجهز الدكتور فيصل العواضي نبقى يوسف. ألا ترى يوسف بأن يعني ما ذكرت فيه نوع من النكران للخدمات وللجميل الذي قدمت الإمارات إلى الآن في المحافظات المحررة وهي تساند الشرعية؟ البعض يتحدث بأنها كان لها العديد من الأنشطة في إعادة المدارس، إعادة المنظومة الصحية، إعادة تأهيل بعض المؤسسات على وجه التحديد مثلا في عدن. نحن لا ننكر ان الدم الاماراتي اختلط مع الدم اليمني في مواجهه الانقلاب ومواجهه اذناب ايران في اليمن. هذا بلا شك يعني يجب ان يقدر كل اليمنيين. لكن ما نحتاجه مثلا الى انه في مثل هذا الظرف يجب على المملكه العربيه السعوديه كقائده للتحالف العربي والامارات العربيه المتحده ان تساهم في ايجاد رؤيه موحده لحل المشكله اليمنيه وان تاخذ بيد اليمن إلى أن تقف على قدميها. في الأخير اليمن بلد فيه مقدرات وبلد خيرات ضخمة، ومسألة أن يظل اليمن هكذا متروكا لهذه المآسي وهذا الجوع وهذا الحصار وهذه الأمراض، هذه مسألة تهدد الخليج أساسا، لأنه اليمن سيمثل بؤرة استنزاف لدول الجوار، كما أنه سيمثل رافد ودعم حقيقي لجيرانه إذا ما دعم. اليمن يملك ثروات بشرية هائلة، يملك إمكانيات ضخمة، كل ما يحتاجه اليمني في مثل هذه الظروف هو إيجاد دولة قوية. نعم. كذلك نعرج إلى مسألة أن الشرعية كانت تتحمل أيضا جزء كبير من المسؤولية،
الأداء السياسي للشرعية كان أداء باهت جدا في المناطق المحررة جدا في المناطق المحررة. كان ينبغي للشرعية أن تحسن اختيار رجالات الدولة في مثل هذه المناطق، وأن لا يكون جهدها منصبا فقط على كيفية التعيينات الأسرية داخل الوزارات، وأن تعمل على تأهيل الكادر وتعيين الكوادر. نعم. طيب أستاذ هاني. نعم. هاني اسمح لي، سنتحدث بصورة ربما أكثر بالملف الثاني عن الحكومة الشرعية ودورها الغائب في هذا الجانب، لكن نسمع الآن وجهة نظر اليمنية معنا من صنعاء، مدير خدمات الشحن بمطار صنعاء وعضو الهيئة الإدارية، الأستاذ هاني القرشي. مرحبا بك أستاذ هاني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا بك أستاذ هاني. ربما كانت هناك خطوة جميلة ومشكورين عليها في اليمنية، أنه تم التعاقد مع طيران الأردنية والتخفيف من معاناة الناس، لكن الكثير يتساءل وأكثر من علامة استفهام، لماذا لا تكون هناك جهود أكثر من أجل توفير الطيران الذي يعني يسهل حركة اليمنيين ذهابا وعودة إلى اليمن؟ لا شك أن التحالف العربي له حضور كبير في اليمن وله دور كبير، ويملك العديد من شركات الطيران وأساطيل الطيران الكثيرة، لماذا لا يتم التفاهم مع التحالف لمد الطيران اليمنية أو الخطوط اليمنية بمجموعة من الطائرات والتعاقد معها كما كان سابقا من أجل تخفيف من معاناة اليمنيين؟ بالبداية كما هو معروف بأن اليمنية الآن تعمل في ظل ظروف صعبة جدا، وكما أشار الأخ يوسف مرعي الناشط من روسيا بأن الأوضاع الراهنة التي حاصلة تمنع اليمنية من تسيير رحلتها بشكل كبير. ولكن دعني أتحدث عن اليمنية بشكل خاص. اليمنية تشتغل في ظل ظروف صعبة، لا تستطيع الهبوط في أكثر المطارات، أكثر المطارات مغلقة بسبب الحرب والحصار. أنا أناشد من خلال هذا السؤال الذي طرحته، أناشد الحكومة ممثلة بوزارة النقل وحكومة الدكتور أحمد بن دغد بأن يقوم بدعم اليمنية، أو تقديم طلب لدعم اليمنية بطائرات أو بشراء طائرات أو باستئجار طائرات، حتى نستطيع التخفيف من معاناة المواطنين وتسيير أكبر قدر ممكن من الرحلات، وإعطاء اليمنية أيضا تصاريح طويلة تأخذ وقت طويل في الطيران. الآن اليمنية لا تستطيع إلا أن تقوم بتشغيل رحلتين فقط يوميا، بعد أن كانت اليمنية كل طائرة تطير بمعدل 13 ساعة يوميا من وإلى الجمهورية اليمنية. الآن اليمنية تواجه هذه العراقيل، آخرها العراقيل الأخيرة التي واجهتها في مطار سيئون، بأنه لا يتوفر حتى الكيروسين الذي هو الفيول الخاص بالطائرات الذي يسمى البترول. الآن مطار سيئون مغلق. الآن حاليا اليمنية تعمل في مطار واحد فقط، يعني هذا على مستوى البلد. اليمنية بتواجه الآن عراقيل محلية. نعم أستاذ هاني، معذرة، نعم على المقاطعة، الآن مطار سيئون أصبح مغلقا حاليا. هناك جهود كبيرة تبذل من قيادة الشركة وقيادة شركة النفط لتوفير كميات كبيرة من الكيروسين الفيول الخاص بالطائرات حتى يستأنف مطار سيئون عمله بشكل طبيعي. نحن لا نريد أن تكون طائرات اليمنية إلا أن تقدم خدماتها لجميع الناس بمختلف شرائحهم وتوجهاتهم، من مطار صنعاء إلى مطار عدن، سيئون، الحديدة، تعز، قطرة. الآن حفر الطائرات أو حفر الرحلات في مطار واحد فقط يهدد الشركة بأن تتوقف، وهذا يستدعي مننا بأن نناشد وزارة النقل وممثلة بالهيئة والحكومة بأن تقوم بتسهيل العراقيل التي تواجهها الشركة حتى تستطيع أن تقدم خدماتها بالشكل المطلوب. نعم، إلى جانب ما ذكرت من سبب عدم توفير الوقود الخاص بالطائرات في مطار سيئون، المشاكل الأخرى ما هي؟ لدينا مشاكل التصاريح الممنوحة للطيران. فمثلا الآن اليمنية لا تستطيع مثلا إلا أن تشتغل على مستوى رحلتين في اليوم. نريد من الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد ووزارة النقل والحكومة بأن تتعاون وتبذل المساعي الكبيرة من أجل منح الشركة أكبر قدر ممكن من الوقت الطويل في مهام التصريح،
حتى تستطيع تسيير اكبر قدر ممكن من الرحلات ونقل الركاب بشكل طبيعي دون ازدحام او بدون تراكم الركاب على مكاتب المبيعات في مختلف المناطق. نعم. طيب استاذ هاني، المشاكل التي تعترض المسافرين اليمنيين ليست مقتصرة على هذه الأسباب فقط التي تحدثت عنها، ربما اليمنيين مستوعبين حجم هذه المشاكل التي تعارضكم، لكن هناك أيضا ما يسمى بعدم أو سوء إدارة. مثلا هناك رحلات تحدد في المكان والزمان والناس يستعدون، وإذا بهم يتفاجأوا بأن الرحلة ألغيت، الرحلة تأجلت. ما هي الأسباب وراء هذا؟ مثل ما أوضحت لك، السبب الجوهري مثل إلغاء الرحلات أو تبليغ الركاب بأنهم في الدقيقة الأخيرة بأن الرحلة هذه أُلغيت، في بعض الأوقات يتم منح تصريح محدد لليمنية لتسيير رحلتها مثلا القاهرة عدن، في آخر لحظة إذا تتفاجأ إدارة اليمنية بأن التصريح هذا ألغي لسبب ما لا تعلمه الإدارة ولا تستطيع الاطلاع عليه خارج عن إرادتها، فتقوم بإبلاغ الركاب أن الرحلة تم إلغائها أو تأجيلها. إلغاء تصريحات أستاذ هاني، نعم، حتى نتفهم الموضوع بشكل أكبر. إلغاء التصريحات من يلغيها؟ تقصد في المطارات اليمنية أم في مطارات العالم أم في الأجواء العالمية التي تمرون عليها؟ اليمنية تسير رحلاتها من وإلى مطار عدن عبر مطار القاهرة أو مطار عمان عبر تصريح من قوات التحالف، في بعض الأوقات قوات التحالف تلغي هذا التصريح لأسباب تخصها أو نحن بالأصح نجهلها ولا نعلم ما هي أسبابها، فتلغي التصريح هذا لقدوم الطائرة، فتقوم اليمنية آزمة بالاعتذار للركاب، هذا السبب خارج نهائيا عن إرادة وقرار اليمنية كما وضحت سابقا. نعم. طيب أستاذ هاني، تكرم بالبقاء معي، وأيضا الأستاذ هاني هاني القرشي، وأيضا الأخ يوسف المرعي، وسينضم إلينا وكيل وزارة الإعلام الدكتور فيصل، أو مستشار وزارة الإعلام الدكتور فيصل العباضي، ولكن بعد أن نتابع هذا الاستطلاع المصور عن موضوع مشاكل فتح المطارات والمعاناة التي يتلقاها اليمنيون في الذهاب والعودة عبر الطيران اليمنية إلى اليمن، ومن ثم نكمل النقاش. ابقوا معنا. أعتقد أن الواقع يكشف أن الحكومة تعيش في أبراج عاجية لا ترتبط إلى الواقع بصلة، وهذه نقولها بكل أسف. هناك جرحى يعانون، هناك أيضا كثير من الحالات الإنسانية، يعني الحكومة تعيش خارج اليمن، وهذه للأسف الشديد عزل بينهم وبين الواقع، فعاشوا غير ما يعيشه الشعب اليمني. ولذلك نحن دعونا إلى تشكيل حكومة حرب، أن تكون هذه الحكومة هي حكومة قريبة من الشعب، تعرف همومه وتعرف احتياجاته، ولو أن الحكومة قريبة من المجتمع، قريبة من الشعب، قريبة مما يعانيها الناس، خاصة في هذا الوضع الإنساني السيء، لا عرفوا أن الأولويات هنا مثلا تشغيل المطارات، تشغيل الموانئ، أيضا تزويد محاولات الضغط على المؤسسات الدولية. بالنسبة للمطارات والمعابر والموانئ في الجمهورية اليمنية البلد الجريح، هذه إرادة التحالف العربي، التحالف الخليجي، لو كان له إرادة حقيقية في بناء اليمن ما استمرت المطارات في المحافظات المحررة مغلقة إلى الآن، ولو كان هناك نية لبناء الشعب اليمني يعني أرضا وإنسانا لا تكاتفت الجهود، جهود الشرعية مع جهود إخواننا في التحالف العربي، وخرجنا إلى طريق و لمسنا الخير ولمسنا أيضا الراحة وانتهينا من العناء. طبعا تحالف طويل عريض وشرعية قائمة، ودول التحالف العربي ممثلة بقيادة المملكة العربية السعودية قادرون على أن يطبعوا الحياة في المناطق والمحافظات المحررة، وهذا السؤال مهم للغاية، فعدم فتح المطارات في المحافظات المحررة وعدم تسهيل الخدمات وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة أمر معيب للغاية وأمر بالأمانة مريب، ويجعل الشعب اليمني يتساءل لماذا يعني يمتنعون عن فتح المطارات وبقية الخدمات الأخرى المهمة في مثل هذه الظروف، وهم قادرون، طبعا هم قادرون أكيد، والشعب اليمني يثق ثقة كبيرة جدا بإخواننا في التحالف العربي وبقيادة التحالف، فعليهم أن يكونوا عند ثقة الشعب اليمني. أنا أعتبره فشل لدى الحكومة الشرعية وكذلك لدول التحالف، نظرا للتداخل بين بعض دول التحالف، وبعض دول التحالف استخدمته كوسيلة لقمع الشعب اليمني الذي كان يشكو من قبل الميليشيات الانقلابية، وكذلك تداخل
الجهات الأمنية بعض الألوية منعت من استخدام هذه المطارات حتى لوزراء في الحكومة الشرعية لا يستطيعون الانتقال. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وأعود إلى موسكو عبر السكايب مع الناشط يوسف مرعي. يوسف، عدنا لك من جديد. عدم إعادة فتح مطار الريان وعدم توفير الخدمات اللازمة لمطار عدن ومطار سيئون الذي يهدد الآن بالإغلاق، هل باعتقادك هو عمل ممنهج ومتعمد لإبقاء هذا الملف بهذه الصورة سواء من الحكومة الشرعية أو من التحالف أو من جهة ما؟ أعتقد لو إذا في نية حقيقية لإعادة فتح المطارات ستفتح المطارات في أقرب فرصة. بالنسبة لمطار الريان تم افتتاحها يعني عبر الإمارات بعودة رئيس الوزراء السابق خالد بحاح. بالنسبة لليوم أنا سأتكلم عن صور المعاناة الذي يعيشها المريض اليمني في الداخل، يعني خصوصا الكل يعرف أن الخدمات الصحية في اليمن متدنية جدا خصوصا في مثل هذه الظروف. هناك عشرات الآلاف من المرضى يريدون السفر وتقطعت بهم السبل، أولا لارتفاع سعر التذاكر، والكل يعرف أن شركة الطيران اليمنية رفعت نسبة الزيادة في سعر التذاكر إلى أكثر من 275%. أنا أحد الطلاب مثلا العام الماضي سافرت في سبتمبر من عدن إلى الخرطوم ودفعت 130 ألف ريال بس تذكرة ذهب فقط. نعم. أيضا الكل يعرف، نتكلم أيضا عن عدم الاكتراث من قبل الحكومة أو من قبل القائمين على شركة الطيران اليمني لحياة الإنسان اليمني. قبل أقل من حوالي شهر كادت أن تحدث كارثة إنسانية ستودي بأكثر من 188 راكبا في مياه البحر الأحمر عندما توقفت محركات إحدى الطائرات فوق البحر الأحمر، واستطاع الطيار أن يعود بالطائرة بحنكته إلى مطار عدن. الكارثة أنه الركاب أغلبهم من المرضى وكانوا متوجهين إلى القاهرة، تم إلقاء هؤلاء الركاب في إحدى فنادق مدينة عدن. بين هؤلاء الركاب الكثير من المرضى حالتهم يرثى لها في وسط الحر الشديد، لم يتم زيارتهم أو الاطمئنان عليهم، ولم تدفع شركة الطيران اليمنية حتى وجبة واحدة لهؤلاء الركاب. أيضا نتكلم من صور فساد اليمنية أنه رغم الزيادة البالغة في سعر التذاكر لم تخصص جزء من هذه الموارد لصيانة الطائرات. أيضا هناك طائرة إيرباص A310 معطلة في مطار كراتشي، لم يتم إصلاح محرك الطائرة أو على الأقل يتم شراء محرك آخر للطائرة، على الأقل تساهم في التخفيف من معاناة اليمنيين أو اليمنيين العالقين في أكثر مطار في أكثر مطارات العالم. نعم. طيب يوسف، نشارك معنا في الحديث الآن الدكتور فيصل العواذي مستشار وزارة الإعلام. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك وبضيفك الكريم. أهلا بك دكتور، نشكرك دائما لتفاعلك وتعاونك معنا ومع معظم برامج قناة بلقيس وتجاوبك معنا دائما، ومشكور على ما تقوم به دائما من دور للحديث مع وسائل الإعلام. حياك الله أخي. الحكومة الشرعية دكتور فيصل، ما هذا العجز؟ عامان منذ تحرير هذه المناطق، مطار سيئون ومطار الريان أيضا بدأوا الآن، مطار سيئون يهدد بالإغلاق ومطار الريان مغلق منذ ما يقارب عامين، لماذا الحكومة الشرعية لا تولي اهتمام كبير لهذا الملف الشائك الذي اليمنيين يعانون منه دائما وأصبح يؤرق مشاكلهم بالذهاب وبالعودة إلى اليمن وبصورة صعبة جدا؟ أولا شكرا جزيلا لكم كقناة على إثارتكم مواضيع فعلا تمس حياة الناس بشكل مباشر. طبعا بالنسبة للحكومة الشرعية مطلوب منها كل شيء في آن واحد. الأخ رئيس الوزراء وخلال تواجده في عدن الفترة الماضية وضع حجر الأساس يعني لعدد من المشاريع لتحسين مطار عدن، ومعروف أن مطار عدن مطار أقليمي. حينما تم اجتياحه من قبل الميليشيات الانقلابية توقف
مطار ريان ومطار شيئون وطالهما الإهمال، نتيجة أنه ما عد صار في إقلاع ولا هبوط في هذين المطارين، لأنه كانوا يعني أساسا يعني الحركة من وإلى مطار عدن. الآن طبعا عادة يعني المطار عدن إن شاء الله يعود بكامل قوته وتفاعله، وكما وعد الأخ عبد العزيز المفلحين الذي يشتغل عن وعي كامل بدور مطار عدن ليس بالنسبة لليمن وإنما كمنطقة إقليمية ممكن يجتذب كثير من شركات الطيران العالمية ولكي يعود له دوره المفتقد منذ زمن. طيب دكتور فيصل، دكتور فيصل حتى لا نعود إلى بداية تأهيل المطار وأوامر الحكومة، نقف اليوم أمام مطار مثلا سيئون الذي ربما هو الملاذ الوحيد الآن مع مطار عدن الذي الطيران قائمة فيه، لكن الآن يهددون بإغلاق لعدم توفر يعني الوقود الخاص بالطائرات في هذا المطار، وتحدث الآن وهو يسمعنا الآن هاني القرشي مدير الخدمات بإدارة اليمنية أن الحكومة عاجزة عن توفير حتى الوقود لتشغيل الطائرة في يعني لدعم الطائرة أو في مطار سيئون وهو الآن مهدد بالإغلاق. لماذا كل هذا الإهمال دكتور فيصل؟ لا الآن هناك تفاهم مع شركة بترو مسيرة على أساس توفير المحروقات المطلوبة في مطار سيئون، وإن شاء الله لن يتوقف. نحن ورثنا كارثة، ورثنا لم نأتي على وضع في اختلال بسيط، وضع مدمر كليا، والحكومة تحاول يعني إعادة كل شيء ربما من الصفر بما في ذلك الإنسان، يعني الكوادر شردت ودمرت وكل شيء دمر، ويعني محاولة البناء في أكثر من ميدان ومجال، لكن إن شاء الله يعني الأمور ستتحسن ولن نشهد أي انقطاع أو تعثر بما في ذلك. طيب دكتور، إغلاق مطار شيئون ومطار المكلا ممكن يعود قريبا للخدمة. إن شاء طيب الله. دكتور، قبل أن نتحدث عن مطار ريان وهو يعني من أهم المحاولة نريد أن نركز عليها في حديثنا في هذه الحلقة، أعود إلى صنعاء مع مدير الخدمات بطيران اليمنية الأستاذ هاني القرشي. أستاذ هاني، هناك فعلا تساؤل كبير من الكثير من اليمنيين، عدم الاهتمام بصيانة الطيران اليمنية، وربما انتشرت العديد من الصور لإطارات إحدى الطائرات وهي تبدو يعني على وشك الإتلاف النهائي ولم تبدل وتستبدل. أيضا كان هناك رحلة كما ذكر الأخ يعني يوسف مرعي تم إعادتها من الجو لولا يعني لطف الله، وأيضا حنكة الطائر القائد الطائرة الذي أعاد بها إلى المطار، وما كانت تصبح هناك كارثة ويتعرض مئات اليمنيين للموت عبر هذه الطائرة. لماذا كل هذا الإهمال من قبل طيران اليمنية رغم المال الكبير الذي تجنيه وارتفاع أسعار التذاكر والدخل من اليمنيين المسافرين على الطيران؟ في البداية أنا أستنكر الحملة الإعلامية الشرسة التي توجه ضد اليمنية بشكل غير مسبوق. نعم. وبالنسبة لرجوع طائرة من الأجواء، هذه بتحصل في أعرق وأقدم الشركات العالمية أن تعود شركة من الأجواء بسبب خلل فني، وبإمكانكم الاطلاع حول هذا الموضوع، شركات عملاقة مثل هانزا أو أمريكان إكسبريس أو أي طيران عالمي آخر. موضوع الصيانة، اليمنية تمتلك أقدم وأفضل الكوادر في الخليج والوطن العربي، مهندسين تأهلوا في أفضل الجامعات والأكاديميات الخاصة بالطيران والهندسة. نعم. اليمنية حاصلة على شهادة العجوزة في الفحص الفني، وهي شهادة معترف فيها عالميا. ما يحصل حاليا بسبب رجوع الطائرة، قد عولج الموضوع والطائرة الآن تحت الصيانة، ودائما ما تقلع الطائرة وإلا وقد تم التشيكات تشيك كامل. بالنسبة للصورة التي انتشرت في وسائل الإعلام حول الإطارات، هذه حملة ممنهجات تتم من بعض الأطراف التي لا تريد للشركة الخير ولا تريد للشركة أن تنهض، ولا يعرف الكل ما هي دواعي هذه الحملة. بعيدا عن هذه الحملة أستاذ هاني، لماذا لا تستبدل هذه الإطارات أستاذ هاني؟ نعم أستاذ هاني، بعيدا عن هذه الحملة أستاذ هاني، معذرة بس المقاطعة، بعيدا عن هذه الحملة المنهجة التي تستهدف اليمنية
ونحن بدورنا نقف مع اليمنية، هي الطيران الوحيد وهو الطيران الذي أصبح يعني جسر عبور لليمنيين، ولولا لتعطلت كل السبل إلى الذهاب والعودة إلى اليمن. لماذا لا يتم استبدال هذه الإطارات التي تظهر نوع من الإساءة للطيران اليمنية؟ قد تكون أخذت هذه الصورة أثناء وقت استبدال هذا الإطار وتم الترويج للموضوع بشكل مغلوط. الصورة لم تؤخذ بالجو والطائرة بالجو، الصورة أخذت والطائرة على الأرض. أتمنى أن يكون هناك في مصداقية في وسائل الإعلام وأن تنشر أخبار تحاول أن كيف يمكن لأحد أستاذ هاني معذرة يعني كيف يمكن لأحد أن يلتقط صور لإطارات الطائرة وهي في الهواء، وكما تعلم الإطارات هي تختفي في الطائرة. بعيدا عن هذا الجدل، يعني الصورة سواء الطائرة تطير أو واقفة، يعني ظهرت الإطارات بأنها فيها إهمال كبير وتبدو أنها يعني ستتلف قريبا، يعني لماذا لا تستبدل ولا نقف عند هذا العائق؟ هناك مشاكل أيضا أخرى كبيرة، ولكن حبينا أن نقف على إحدى المظاهر التي خرجت للناس وبصورة كبيرة. عموما حتى ندخل في سجال طويل، اليمنية تسعى دائما لتسيير رحلاتها ضمن وضع الأمور الفنية بالشكل الصحيح، ولا تطير الطائرة وإلا قد تم التوقيع على جاهزيتها الفنية والهندسية بشكل كامل. نعم أستاذ هاني، نتجاوز هذه النقطة. أستاذ هاني ننتقل لنقطة أهم. الآن هل هناك خطة مثلا من اليمنية لزيادة عدد الطائرات التي تنقل الركاب من وإلى اليمن؟ نعم، حاليا تسعى قيادة الشركة لرفض أسطول الشركة، ومن هنا نناشد الحكومة ووزارة النقل بأن تتعاون مع اليمنية وأن تدعمها بشكل المطلوب حتى تستطيع دعم أسطولها وتسير رحلاتها بشكل كامل وتغطية جميع خدماتها وتستطيع تقديم الخدمات لجميع أفراد وأبناء البلد بمختلف مواقعهم الجغرافية الكاملة في اليمن. نعم. طيب أستاذ هاني، الآن الأستاذ الدكتور فيصل العواضي يسمعنا وهو يمثل على الأقل الجهة الرسمية. أنتم الآن مطالبكم في اليمنية يعني دعمكم ماليا أم سياسيا؟ أما هي المطالب من الحكومة بالنسبة لكم كطيران في اليمنية؟ نحن نريد دعم للشركة، دعم بحيث تستطيع أن تقدم الشركة خدماتها لجميع أبناء البلد. نوع الدعم الذي تريدينه ماديا سياسيا ما هو؟ نريد دعم ماديا ودعم الطائرة بأسطول بحيث ترفض بشكل كبير وتستطيع تقديم خدماتها بشكل أفضل. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ هاني القرشي مدير خدمات الشحن بمطار صنعاء وعضو الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في اليمنية، وأعود إلى الرياض مع دكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام. دكتور فيصل أعود لك من جديد، ونبدأ من حيث انتهى الحديث معك حول مطار الريان. شهدنا الأسبوع قبل الماضي بعودة نائب الرئيس السابق ورئيس الحكومة السابق خالد بحاح بطائرة خاصة إلى مطار الريان وهبطت والمطار بكامل جاهزيته. ما الذي يمنع فتح مطار الريان أمام الرحلات لطيران اليمنية أو غيرها من أجل تسهيل حركة اليمنيين؟ أولا أنا ليست عندي أي معلومة أن هناك مثلا قرار بمنع أو إغلاق مطار الريان في وجه رحلات اليمنية، لكن مطار سيئون يعني كمحطة إقليمية نتيجة محدودية الطائرات، وتم يعني التعامل معه على أساس أنه جاهز وظلت الرحلات من وإلى مطار سيئون، لكن يعني في إطار خطة الحكومة لابد من عودة الكل، ويعني لا يوجد مثلا موقف معين أو سبب معين إلا محدودية الرحلات وعدم ثقة أو اطمئنان الطيران شركة الطيران العالمية إلى يعني اليمن. المعلوم أن هناك حرب، وفي هذه الحالة الشركات كلها تبتعد عن الاقتراب. طيب من هذه دكتور فيصل، نقف عند نقطة مهمة. دكتور فيصل، نعم هذه الثقة دكتور فيصل حبيبي. دكتور فيصل نقف عند هذه النقطة الهامة، الثقة. إذا كانت يعني الإمارات العربية المتحدة إحدى دول التحالف والفاعلة والمسيطرة على معظم المناطق المحررة في الجنوب وكل المطارات تحت إدارتها،
ألا تثق بنفسها بأن يعني تسمح لطيرانها بالذهاب والعودة وتسهيل حركة اليمنيين عبر فلاي دبي، عبر الإماراتية، عبر الخليج، عبر السعودية، عبر ما كان من هذه الطيران التي لديها أساطيل بمئات الطائرات؟ يعني هو حتى الآن ليس هناك إقبال كبير على رحلات الطيران، الاختناق بسيط جدا، يعني نحن بحاجة إلى طائرة إضافية واحتلت المشكلة، يعني ليست هناك يعني حاجة لأنه مثلا شركة تقوم بوضع خطة طوارئ. نحن يعني كحكومة معنيين بوضع خطة طوارئ استثنائية، لكن كشركة تجارية سواء كانت تتبع دول أو تتبع شركات ليست ملزمة بأن تتعامل مع الوضع بنفس الرؤية التي ننظر بها نحن. وأعود لأؤكد ما قاله الأخ هاني القرشي بأن هناك حملة على اليمنية، هذه الحملة هناك إعلام مضاد، نحن ننسى بأن هناك إعلام مضاد بأن هناك حرب شاملة، حرب عسكرية وحرب إعلامية، وتشن على اليمن وتشويه الصورة لكل شيء. نعم، وجزء من يعني من استهداف اليمنية في هذا الإطار. هل 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 يعني الانقلابيين لهم يعني أيادي بتعطيل مثلا مطار عدن، مطار سيئون، مطار الريان، وهي تخضع للشرعية وتحت إدارة الشرعية؟ عفوا، يعني مثلا عفوا تصوير طائرة أثناء تبديل إطار ونسج روايات حول يعني التشويش سمعة اليمنية وإلى آخره، من فضل الله تعالى طيران اليمنية مشهود له بأنه أكثر طيران أمانا، يعني الحوادث الطيران التي قد التي شهدتها اليمنية قليلة جدا، وبعضها حتى كان فعل عامل خارجي ليس بفعل تقصير المهندسين. يعني لدينا فعلا الكادر الفني مشهود له بالكفاءة العالية كادر اليمنية، يعني حتى إن هناك طائرات تشتغل فوق عمرها الافتراضي بفضل جهود الفنيين المشهود لهم بالكفاءة. لكن أقصد إنه التشويه يعني نقل الصورة المغلوطة أمام العالم هذا مما يؤخر تفاعل شركات الطيران العالمية معنا وإلى آخره، لكن إن شاء الله المطارات هذه ستعود وكل شيء يعني الآن يمشي في طريق عودة الأمور تدريجا إلى وضعها الطبيعي الكامل. أشكرك جزيل الشكر الدكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة مادة معلوماتية إحصائية عن طيران اليمنية وعن المطارات وتأهيلها والمشاكل التي تعتري المطارات وطيران اليمنية، أعدها الزميل وديع عطا، ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا.
حياكم الله مشاهدينا من جديد، وفي دقائقنا الأخيرة لهذه الليلة من بين قوسين أعود إلى موسكو عبر السكايب مع الناشط يوسف مرعي. يوسف، ربما سمعت وجهة نظر هاني القرشي من اليمنية، وأيضا سمعت وجهة نظر الحكومة من الدكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام، كيف تعلق على ما طرحوه؟ كان تعليق بسيط على طرح الدكتور فيصل العواضي عندما قال المشكلة كلها أنه نحتاج إلى طائرة وتحتل المشكلة. كنت أود أن أسأله سؤالا، ماذا لو تم مثلا دعم شركة اليمنية بطائرة جديدة، هل ستعود أسعار تذاكر طيران اليمنية على ما كانت عليه قبل عام 2015؟ هذا السؤال كان يجب أن يجيب عليه الدكتور فيصل العواضي. أيضا النقطة اللي أخرى أريد أطرحها، أنه هناك بؤر فساد داخل شركة طيران اليمنية لا تريد للشركات منافسة أخرى أن تنافسها في الرحلات. نعرف أنه هناك شركة أخرى قدمت طلب وكانت تقدم تصاريح لدول التحالف أو للشرعية أنها تنقل الركاب، لكن كانت تقابل بالرفض. أما بالنسبة لما ذكره الأخ هاني القرشي، نعم، قال أن تصوير الإطار كان أثناء تبديله، يعني الإطار أساسا كان متهالك، ويعني كان المفترض أن ينتظر الركاب حتى ينفجر الإطار في السماء فتؤدي بكارثة أو عند الهبوط. هذه مبررات واهية. وأيضا رئيس الوزراء شكل قبل حوالي أكثر من أو العام الماضي لا أعرف، شكل لجنة للتحقيق في شكاوى المواطنين ضد الشركات اليمنية على مستوى الخدمات، الأكل ممكن تأكل عند صاحب بصة أو مطعم يمني شعبي أفضل مما تأكل في الطيران اليمنية. أيضا المقاعد متهالكة، كأنك تركب في بص متهالك. نعم. إذن ملاحظات ذكرتها عديدة أخي يوسف، ووصلنا إلى ختام البرنامج. أتمنى يعني الكلمة الأخيرة، كيمني تعاني من مسألة المطارات ومن مسألة الطيران، ماذا تريد أن تقول في الأخير؟ تفضل. اريد ان اقول انه على ساذكر مثال، الحرب الدائره في سوريا لها ما يقارب اكثر من 6 سنوات او 7 سنوات، ورغم هذا كله لم تقطع رواتب الموظفين في المناطق الواقعه تحت سيطره النظام، او حتى الخدمات الاساسيه لم تتضرر، بينما نحن لدينا المملكه العربيه السعوديه تملك مقدرات هائله، الامارات، الكثير من دول التحالف، بينما اليمني تقتله المجاعة والكوليرا والأمراض. إذن أيضا رسالة أخيرة، نحن على مستوى الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج، الآن نحن في موعد السلام الربع الثالث، بينما لم نسمع خبر على موعد السلام الربع الثاني. نعم. إذا كانت الشرعية فاشلة مثلا على أن توجد آلية لأن الطلاب مثلا على سبيل المثال يستلموا رواتبهم في الوقت المحدد كما جرت العادة. يوسف، نعم يوسف، مع احترامي لوجهة نظرك وتقديري لك لذكر هذه النقطة وهي هامة فعلا، خاصة ما تعانوا أنتم الطلاب في الخارج وعدم صرف المستحقات، لكن موضوعنا هو عن اليمنية. شكرا لك يوسف لمشاركتك معنا، وأتمنى أن تكون رسالتك قد وصلت فيما يخص طيران اليمنية وإعادة فتحها، وأيضا رسالتك بصرف مستحقات الطلاب، فنحن نفتح بلقيس منبر للجميع تعبروا بما تريدون. شكرا لك على مشاركتك معنا يوسف مرعي، كنت معنا عبر السكايب من موسكو. في ختام هذه الحلقة لم يبقى لنا نستعرض تعليقاتكم مشاهدين الكرام على موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك، ونقرأ بعضا من هذه التعليقات. نبدأ مع صديق البرنامج الأخ إبراهيم الشلفي، يعلق بالقول: المطارات شغالة خاصة عدن والمكلا وسيئون، ولكن هناك سببين. الأول، شركة الخطوط اليمنية هي المعرقلة للشركات الأخرى بسبب المكاسب المالية التي تحصدها لأنها الحصرية. ثانيا، قوى انقلابية عفاشية بين قوسين مع الشرعية تعرقل العمل في المطارات المحررة من أجل فتح مطار صنعاء وإظهار أن الشرعية فاشلة. إبراهيم الشلفي. نقرأ تعليق آخر من صديق البرنامج الأخ سياف عامر، يعلق: في اعتقادي هناك سببين يختلفان باختلاف المنطقة المحررة. الأول، التكلفة التشغيلية في ظل عدم وجود بنية تحتية مناسبة
هذا ينطبق على مأرب. الثاني، لا يوجد رغبة حقيقية من التحالف، وبالتالي حكومتنا لا يعتمد برأي أو لا يعتد برأيها سواء أرادت أم لم ترد، وهذا ينطبق على المناطق المحررة الجنوبية. سياف عامر، رأي أيضا من صديق البرنامج الأخ أو الأخت أوراس عز أو أروى عز الدين. هناك سببين، الخطوط الجوية اليمنية والتي تمنع دخول شركات منافسة ولم تشتغل بالشكل المطلوب، قوى محسوبة على الشرعية وتعمل لصالح أجندة خارجية تعرقل العمل في المطارات المحررة، وهذا ما يدل على أن الشرعية لا تملك القدرة على حكم المناطق أو على حكم المناطق المحررة. أروى عز الدين، ونكون بهذا الرأي من الأخت أروى، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. شكرا لضيوفي الأكارم، كان معنا الدكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام، وأيضا الشكر لهاني القرشي مدير خدمات الشحن بمطار صنعاء وعضو اللجنة عضو الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في اليمنية. الشكر أيضا للناشط يوسف مرعي، كان معنا عبر السكاي من موسكو، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد الحلقة الزميل وديع عطا، منتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، وكافة الطاقم الفني. ألقاكم الأسبوع المقبل بنفس الموعد ونفس الزمان. حفظ الله، حفظكم الله والوطن. السلام عليكم ورحمة الله.